ممنوع الوقوف مواقف خاصة لزبائن المعرض. لوحة قد تدفع بالبعض لإيقاف سيارته بعيداً ويترجل وصولاً إلى وجهته، فيما يعمد البعض إلى وضع حواجز تمنع من الوقوف، يصل الحد للمشادة الكلامية بسبب ذلك التصرف أو تلك العبارة. أي استخدام للطرق أو الساحات العامة مخالف لأنظمة البلديات ويسبب إزعاج أو أذى للمارة فيؤخذ عليها الغرامات المترتبة على ذلك ويزال على نفقة المتسبب. الغرامة محددة حسب اللائحة من 1000 إلى 3000 ريال، وهناك برضو غرامة تبعية في حال وقوع أي ضرر على أحد المارة أو أحد مرتدين الطريق، ممكن يلزم صاحب المخالفة بتعويضه عن الضرر الناتج عنه. وتتعدد أنواع اللوحات بين ثابت ومتحرك، ولم يتم إغفال جانب اللغة بين العربية والإنجليزية. قد يتبع المنع عبارة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وتخصص بعض المحلات في لوحاتها شخصيات بحسب وظيفتها. تتابع بلدية محافظة القطيف تطبيق القرار السابق والذي يستثنى منه المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة مفادها أن المواقف ملك عام وليست حكرا على أحد. شادن الحايك، الإخبارية، القطيف.